واحنا الحمد موجودين لله. النهارده الحقيقه، يمكن احنا هو بنتابع دلوقتي بدء فعاليات الاحتفال ومراسم الاحتفال بعيد جنوب سيناء القومي. قول لنا بقى يا فندم، ايه مراسم هذا الاحتفال؟ تمام. بس انا عايز اقول حاجه، ان احنا بس من هنا، من ارض هذه الارض الطاهره المقدسه، من مدينه طابه، من اعز بقعه تمت يعني عليها تحكيم دولي والحمد لله، ببعث رساله يعني تهنئه اولا للشعب المصري كله بمناسبه العيد ال 34 لعوده طابه، وببعث رساله لاهلي بقى ومواطني محافظه جنوب سيناء، وبنقول لهم مزيدا من التنميه. هنبدا الاحتفالات ازاي؟ احنا بدانا يوم الخميس. بصراحه هيئات كثيره اشتركت معانا، وعلى راسهم البنك الزراعي طبعا، 25 جهاز للعرايس مقدمين من البنك، 1500 كرتونة مواد غذائية. كان في محاضرة للسيدات البدويات ازاي تشتغل، ازاي تاخد قروض يعني بدون فوائد وتعمل بيها مشروعاتها عشان من اجل تشغيلها في الحقيقة. بعد كده كان عندنا يوم الجمعة امبارح افتتاح ثلاث موضوعات يعني يعتبروا من ما يهم الشعب، مسجد جامع في مدينة دهب. مدينة دهب يعني كانت بتفتقر لمثل هذا المكان، فيها زوايا صغيرة كده وحاجات مش يعني مكان لا تليق بدهب يعني، وخاصة احنا بدأنا نطورها من السنة اللي فاتت. صحيح. عملنا مسجد جامع تكلف حوالي 25 مليون جنيه بالمناصفة مع وزارة الأوقاف. احنا بنتعاون مع جميع الوزارات، بنشتغل مع جميع الوزارات بالمناصب. فتحنا دار مناسبات وادي مجيرح وعملهن جهاز التعمير. فتحنا بعض الطرق في مدينة دهب. وعايز أقول بقى هنا رسالة أيضا، إن احنا مش بنهتم بشرم الشيخ بس، لا، ده مدينة دهب السنة دي مصروف عليها أكتر من 200-250 مليون جنيه. صحيح. تطوير وبنية أساسية. احنا طورنا منطقة اسمها العصلة، ممشى سياحي هناك كلف 36 مليون جنيه، بيخدم السياح، الناس سعيدة جدا باللي تم في هذا الممشى. عملنا حاجة اسمها دهب سكوير، على غرسه سكوير كده، مجموعة محلات ومسرح وكيدز اريا وكلام من ده في قلب دهب، بنفتح فرص عمل وبنطور اللي في ايدينا. ده كان امبارح في دهب. النهاردة طبعا الاحتفال الرئيسي وهو رفع العلم على مدينة طابة، هي ذكرى. وبعدين زي ما أنا سمعت النهاردة الصبح، إن إحنا الموضوع ده خد مننا جهد كبير قوي ومباحثات ضخمة جدا وناس تعبت، فلازم الكلام ده يظهر ولازم الكلام ده يبان. فعشان كده إحنا ولادنا جايبينهم مدارس، جايبينها اهي، هنرفع العلم قدامهم، بنخليهم يحتفلوا، بنصور معاهم، بنعيد للإذهان، التلفزيون المصري يصور، بنعيد للإذهان الصورة الجميلة اللي من 34 سنة لما خدنا أرضنا ورفعنا عليها العلم. ده كان لازم. الجميل بقى كمان بكرة إن أنا جايب اتنين بقى كنت مفكرين عظام، دكاترة محترمين، هيدوا محاضرتين. وهيدوها فين؟ هيدوا محاضرتين الدكتور مفيد شهاب شاهد العيان بتاع هذا الحدث، كل عام بيحضر. الدكتور سمير فرج، طبعا اتنين قامات كبيرة قوي، قامات كبيره قوي طبعا، ولما عرضت عليهم لم يعترض احد، وحتى اللي كان وراه ما عاد لغاه. ليه؟ هذه مناسبه عظيمه، مناسبه قوميه. ان شاء الله بكره في جامعه الملك سلمان المحاضرتين، هيبدا الدكتور مفيد ثم الدكتور سمير، وهما اعظم من الاثنين دول يعني يتكلموا على هذه المناسبه. الدكتور سمير يتكلم على الامن القومي والوعي القومي والكلام ده كله. مين اللي هيحضر؟ اللي هيحضر الشباب طبعا، دي نقطة مهمة. طلبة جامعة الملك رفع سلمان. الوعي طبعا. اللي هيحضر طلبة المدارس العسكرية في جميع المدن. يعني نخش في 200-250 واحد. أنا يعني يا ريت هذه المحاضرة تتسجل، أو يا رب حتى تلزوني ينقلها على الهواء. دي حاجة للتاريخ، ودي قاعدة معانا، وإحنا الدكتور سمير موجود الحمد لله، ودكتور مفيد ربنا يديهم الصحة والعافية. اللهم آمين. عايزين نستغل وجودهم. الكلام دوت يسجل عندنا ويسجل في التلفزيون المصري، لانه بيجيب خرايط وبيتكلم على نقط. يعني مش اول مره يجي الدكتور مفيد، ثالث مره. ده طبعا لقاء يعني توعوي،
بنوعي الشباب. نقاط مهمة كمان يا فندم، لأنه فكرة أنه صحيح هي ذكرى مهمة لاسترداد كل ما هو ملك مصر وملحق بأرض مصر، لكن كمان فكرة طابة بجانب هذه النقطة ليها أهمية جغرافية كبيرة جدا جدا جدا، وكانت هي دي أساس كل المناورات اللي حاول العدو إن هو يقوم بيها، كل الأدلة الزائفة اللي حاول إن هو يقدمها. يمكن كمان الحقيقة لجنة التحكيم الدولية من البداية كانت قررت بحسن نية مصر الحقيقة وأحقيتها في ملكية هذه الأرض، فهي طبعا محاضرة مهمة جدا 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 جدا. وإحنا بنحرص إن نجيب بقى الشباب. أنا دلوقتي مع الشباب طبعا. يمكن مدير مديرية التربية والتعليم قال لي كان عملت مبادرة صحيح، وحوزع جوائزها يوم الاثنين. ما يوم الاثنين بقى هيبقى مؤتمر شعبي هنيجي لولادنا الأبطال اللي خدوا ميداليات، ولادنا اللي بيعملوا في القدور اللي بيقولوا شعر، الكلام ده كله. وبعد كده في محاضرة عن الإنجازات الإنجازات اللي تمت أولا في الدولة، ثانيا في جنوب سيناء. ليه؟ لاحظت الفترة اللي فاتت بيبقى فيه تشكيك. أنا على طول حس الشارع ونبض الشارع معايا. عملت إيه؟ رحت أنا جاي عمل مؤتمر وجاي مدير الإدارات التعليمية، اعملوا مسابقة وهوزع جوائز قيمة يوم 20/3. طيب 19 هنبقى مع القادة، 20 هيبقى مع الشعب إن شاء الله، علشان الولاد يبتدوا هم يقولوا إيه اللي بتم في البلد. وعلى فكرة تناولوا حاجات كتيرة قوي، لأن سمعتهم وقبل وأثناء المسابقة، والمسابقة انتهت خلاص وعندنا 3 مدن هنكرمهم الأول والثاني والثالث إدارات تعليمية. ليه؟ عشان الولاد درسوا وقروا وعرفوا اتعمل إيه في البلد، حجم الطرق اللي اتعمل، حجم الأنفاق اللي اتعمل، حجم المحطات التحلية اللي اتعمل. وبعدين جوه بقى سينا الجامعة الملك سلمان، الطرق اللي اتعملت، المحطات التحلية، عندي 8 محطات تحلية. كل الكلام ده كله طبعا هنتكلم عن كل المشروعات التنمويه اللي حصلت في مصر بشكل عام وفي سيناء، لانها مش في منقع عن مصر، مش في منقع عن مصر بكل تاكيد.